السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي شرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي رئيس الدائرة المحترم والسادة سيد ممثل مدير الصحة والسكان الأستاذ أمير عبد القادر، السادة الضيوف، السادة المسؤولين، كل في مكانه مع حفظ الألقاب والأوسمة والرتب، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أكون بينكم في هذا اليوم المبارك. القضية هي قضية تبادل الأدوار ولا غير، فالشكر موصول للسيد الدكتور بالطيوي على ما قدمه لهذه المؤسسة. وأنا دائما أضرب به المثل حينما أتكلم عن الإنجازات وعن تحقيق الأهداف، والشكر موصول للسيد المدير الجديد على رأس هذه المؤسسة، وبينهما الشكر موصول كذلك للسيد الخال عبد الغني مدير المؤسسة التي نحن فيها. شكرا لكم جميعا. أنا لي كلمة بسيطة، وهي يجب أن يكون المريض في صلب اهتماماتنا، ويجب أن يكون يد العون هو ديدننا، ويجب أن تكون المحافظة على الهيكل والعتاد تاج مسؤولياتنا. على الجميع المحافظة على الهياكل، على الجميع مد يد العون للبعض، على الجميع جعل المريض أولى الأولويات. شكرا لكم جميعا ولهذه البلدة الطيبة، بلدة أولف بكل سكانها من أصغرهم إلى أكبرهم، والشكر لجميع المساهمين، وأتمنى النجاح للمدير الذي حل، والتوفيق للمدير الذي غادر، وكلنا يد واحدة من أجل المريض، وشكرا لكم.